لكن نقف وقفة هنا قبل أن ندخل إلى المدخل. هذه الوقفة هي أن كل ما قيل فيما ذكرنا هو حق وصواب، فكل هذه الأمة على مدى قرون تتلمس هذا السر العظيم الكبير في القرآن الكريم الذي جعل الناس الذين خاصتهم اللغة أن يستسلموا له، وجعل من لا يعرف اللغة يستسلم لرنته وحسن استماع وحسن سبكه في الاستماع وحسن رنته في الأذن، ويجعل أهل الجدال يستسلمون لقوة حجته، ويجعل إلى آخر ذلك. القرآن العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا النبأ العظيم هو فعلا القرآن وهو العظيم، لكن لماذا كان كذلك؟ هل هو لتشريعاته؟ هل هو لسلطانه؟ هل هو لبلاغته؟ هل هو لنظمه؟ هل هو لتأثيره؟ نحن نرى في القرآن عجبا، وهو أن القرآن إعجازه وآيته وبرهانه هي أنه كلام الله جل وعلا، ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جاءت في آيات، بس جاءت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. متى جاءت هذه؟ جاءت في إنزال القرآن، في أول ما أنزل.